طفل يبكي بحرقة على موت السلطان عاشور العاشر. هو مقطع فيديو انتشر مؤخرا عبر الانترنت لطفل صغير لم يتملك نفسه وراح يبكي أمام مشهد دفن السلطان عاشور. ما ربحناش مع عاشور وما نربحوا حسنة. ببراءة هذا الطفل وتأثره بمسلسل السلطان عاشور وتسليمه أيضا بحقيقة وفاته رغم أنها مجرد تمثيلية. راح الطفل يتحسر بشدة ويذرف دموع ويقول لوالده أنه يبكي على وفاة مولاه عاشور. مالك عدنان؟ مولاي بك. شو مولاي؟ عاشور. وفاة السلطان عاشور كانت إحدى أهم الحلقات التي تأثر بها الجزائريون مثل تأثر هذا الطفل الصغير، لكن تأثر النوري بفقدان سلطانه وولي نعمته فاق الحدود فأبدع في رثائه. يا مولاي الله يرحمك يا مولاي، قد ما نقصنا من عمرنا وزدنا في عمرك، قعدت عمرك قصيرة الله يرحمك يا مولاي. بكاء الطفل صنع الحدث فوصل خبره مسامع السلطان في حد ذاته. عاشور العاشر لم يحافظ على السر، يطمئن الطفل ويكشف له وللمشاهدين أنه لم يمت وقضية دفنه كانت مجرد مكيدة سيتم اكتشافها في الحلقة القادمة. صغير هذا يا أمل لحظ كان كاين الصدق في العمل اللي درنا، يعني في التمثيل كان كاين الصدق على ذيك اللي أمل باللي عاشور توفى مولي ودلالة بلي ما ماتش على الصح. هذا في المر انا راني مزيد حي في بالك اللي قاعد نموتوا يا وليدي، وبصح في عاشور عاشر ما ماتش، يعني باش هي ما نقولهاش بصح عاشور عاشر ما ماتش، يعني نخليكم في الحلقات اللي راهم جايين رايحين تشوفوا عاشور عاشر بلي يعني كانت نوع من المكيده راح داروها لعبوها باللي مات. دخول آخر حلقات السلطان عاشور مرحلة الدراما وتعديها لقالب الهزل جعل المسلسل يواصل استقطاب اهتمام الجزائريين، بل وأصبح السوسبانس سيد الموقف والتأثر بما يحصل في مشاهد المسلسل يتضح جليا على العائلة والمتابعين. السلطان عاشور العاشر، هذا الإنتاج الضخم الذي يبث على قناة الشروق في موسمه الثاني نجح في تسيد الكوميديا الجزائرية خلال الشهر الفضيل لمحاكاته واقع الجزائر بشكل هزلي. يا الدنيا مع الحي مع الشكارة، فهمت؟ ولازم تكونوا على بالكم باللي راه ولي عندكم سلطان جديد. نجاح العمل تجلى أيضا في قوة الجوانب التقنية وجودة السيناريو وفق متابعين. مولاتي الحالة ما تعجبش،